السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في التمرين رقم 4 من سلسلة تمارين الدالة الخطية والدالة التألفية. إذا التمرين يقول: نعتبر الجدالة التألفية معرفة كما يلي: جد إكس تساوي 1 على 2 إكس ناقص 5. السؤال الأول: أحسب جد ناقص 2، جد 0، جد ناقص 2 على 3، والجد ديال جذر 2. السؤال الثاني: أنشئ التمثيل المبياني للدالة الجي في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم. إذا نبدأ بالسؤال الأول. إذا حساب جي ديال ناقص 2، إذا حنا عندنا جي دو إكس، إذا كنعوضو ناقص 2 بالعدد إكس. إذا جي دو ناقص 2 1 على 2، حنا عندنا إكس، إذا كنعوضها بناقص 2، إذا مضروبة في ناقص 2 ناقص 5. إذا 1 على 2 مضروبة في ناقص 2، إذا انتبهوا راه عندنا جداء، إذا كندير البسط في البسط على المقام في المقام، يعني ناقص 2 هي ناقص 2 على 1، إذا هي ناقص 2 على 2 ناقص 5. إذا ناقص 2 على 2 هي ناقص 1 ناقص 5، إذا ناقص 6. جد صفر، إذا كنعوضو إكس بعدد صفر، إذا 1 على 2 مضروبة في صفر ناقص 5. 1 على 2 في صفر هي صفر، إذا كيبقى لنا ناقص 5. جد ديال ناقص 2 على 3، إذا كنعوضو، إذا عندنا 1 على 2 مضروبة إكس، كنعوضها بناقص 2 على 3 ناقص 5. إذا عندنا الاختزال، إذا عندنا 2 كنختزلوها ب 2، كيبقى لنا 1 ناقص 1 على 3 ناقص 5. إذا حنا عندنا إمكانية كذلك ديال توحيد المقامات، إذا 5 راهي 5 على 1، إذا المقام الموحد هو 3، أي ناقص 1 على 3. إذا 1 نضربوها في 3، إذا حتى 5 خصني نضربها في 3 هي 15، إذا ناقص 1 ناقص 15 هي ناقص 16 على العدد 3. هنا ما عنديش إمكانية ديال الاختزال. جي ديال جذر 2، إذا كنعوضو إكس بالعدد جذر 2، إذا ناقص 5، إذا هي جذر 2 على 2 ناقص 5. هنا كنخلي العملية كما هي، لأن جذر 2 على 2 ما يمكنليش نجمعها مع العدد 5. السؤال الثاني: أنشئ التمثيل المبياني للدالة جي. إذا بطبيعة الحال لإنشاء التمثيل المبياني لدالة تآلفية فنحن نحتاج إلى نقطتين، إذا تحديد نقطتين تنسيبيين للتمثيل المبياني. كيفاش كنحدد هاد النقطتين؟ يكفي نعطي الإكس قيمة ولقى جي إكس. إذا حنا سبق لنا باش حسبنا جي زيرو، إذا غنستغل السؤال الأول. إذا جي ديال صفر عطاتني ناقص 5، والعدد الثاني إذا غنشوف شي نقطة، شي عدد اللي يكون ساهل، إذا ما غناخدش مثلا جذر 2، لأن جذر 2 إلا بغينا ننشئوها فصعب عليا، لأن جذر 2 غطينا قيمة غير مضبوطة، دائما في الرياضيات نستعمل قيم مضبوطة. إذا غنستعملو ناقص 2، إذا ناقص 2، إذا جد ناقص 2 حسبناها لقيناها هي ناقص 6. إذا هنا كنلقى النقطة الأولى نسميها أ. إذا النقطة الأولى عندنا إكس جد إكس، يعني إكس جد إكس، إذا صفر ناقص 5. والنقطة الثانية، إذا دائما أفصل أرسب، دائما إكس جد إكس، إذا ناقص 2 والأرسب ديالها ناقص 6. إذا ماذا نستنتج؟ إذا التمثيل المبياني، التمثيل المبياني للدالة الجي هو المستقيم المار من النقطتين A و B. إذا هنا راه ممكن مثلا نلقى
تلقى نقاط أخرى. إذا هنا يكفي يعني إيجاد نقطتين. إذا هنا غنحدد النقطتين في المعلم. إذا نبدأ بالنقطة الأولى A صفر ناقص خمسة. إذا هذه النقطة كتنتمي لمحور الأراتيب. إذا عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة. إذا هنا إذا النقطة عفوا ناقص خمسة خصني نتبه إذا غتكون في الأراتيب السالبة. إذا اثنان أربعة إذا غتكون هنا هي ناقص خمسة. إذا النقطة غتكون في هذا المكان هذا. النقطة بعدنا ناقص اثنان. إذا ناقص اثنان وعندنا الأرتب ناقص ستة. إذا كندير تقاطع إذا التقاطع كيجي في هذه النقطة هذه. وبالتالي فالمستقيم إذا هذه هي النقطة بي. إذا المستقيم إذا التمثيل المبياني ديالنا هو عبارة عن مستقيم يمر من النقطتين أ و بي. إذا هذا هو التمثيل المبياني يمكن لي نسميه المستقيم أ بي.